بسم الله الرحمن الرحيم. هل شرب الزنك مفيد للطفل أثناء النزل المعوية؟ النزل المعوية بتبقى عبارة عن دور بيصيب الطفل عدوى، إذا كانت بكتيرية أو فيروسية أو نتيجة لأسباب أخرى، خلي الطفل عنده إسهال مع ترجيع وممكن مع شوية حرارة. المشكلة مش في الإسهال ولا الترجيع ولا السخونية، المشكلة في الجفاف والمشاكل التانية اللي ممكن تحصل من النزلات المعوية، ودي اللي أحيانا بتبقى خطيرة. العلاجات المشهورة للنزل المعوية علاج السبب طبعا، واستخدام محلول الجفاف الفموي. يفضل استخدام محلول الجفاف الفموي منخفض التركيز. حاجة تانية اللي بستخدمها مع المحلول الجفاف اللي هو الزنك. الزنك ده جرعته للأطفال اللي هم أكتر من 6 شهور بندي 20 مللي جرام في اليوم لمدة 10 ل 14 يوم. لو طفل أقل من 6 شهور بنديله 10 مللي جرام في اليوم لمدة 10 ل 14 يوم. فوائد الزنك: ان الزنك ده بيقلل لي الشدة، بيقلل لي المدة، بيقلل لي المضاعفات بتاعة النزلات المعوية. كمان ممكن بيديك حماية ان ما يجيلكش نزلة معوية لمدة 2 لـ3 شهور. الزنك فايدته ان هو بيكون بروتين، وبيستخدمه في نمو الخلايا وتمايزها لكذا نوع من الخلايا. كمان ليه دور في ان هو زيادة المناعة. كمان ليه دور في النزلات المعوية ان هو بيساعد على انتقال الماء عن طريق الامعاء، بيقلل نزول الماء في البراز. كمان الزنك مهم جدا عشان النمو والتطور الطبيعي للأطفال عموما، يعني إذا كان عندهم إسهال أو ما كانش عندهم. وكمان لقوا إن نقص الزنك بيزود خطر الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي. كمان لقوا انخفاضه بيأثر على بنية ووظيفة الجهاز الهضمي وضعف المناعة. مشكلة ان في الدول اللي هي النامية بيبقى معظم الاطفال بيبقى عندهم انخفاض في الزنك ده، لان مبيبقاش معظم الزنك بيبقى موجود في الاكلات اللي فيها لحوم او اللي هي من اصل حيواني. كمان ان بيقل امتصاصه مع وجود بعض الالياف الغذائية وبعض الخضروات. وبعض للأسف بعض الدكاترة مبقاش عارفين فايدة الزنك وإن هو حاجة مهمة جدا جدا للطفل. فياريت أي طفل عنده إسهال ياخد الزنك لمدة 10 ل 14 يوم، هيحس بفوايد جامدة جدا. شكرا.